السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان، وحشتونا جدا جدا، وكل حلقة بتوحشونا أكتر من الحلقة اللي قبلها. يا رب نكون إحنا كمان وحشناكم، وتكونوا منتظريننا جدا ومنتظرين الحلقة، منتظرين اتصالاتكم على الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة. نبتدي الحلقة وبعدين نتكلم في موضوع الحلقة. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح لنا بها أبواب الستر والصحة والرزق يا رحمن. النهاردة هنتكلم عن إيه؟ عن الحشرات في المنام. طبعا الحشرات أنواعها كتيرة جدا جدا جدا. نسيب الكيكارد القلم عشان نتكلم براحتنا. الحشرات أنواعها كتيرة جدا، منها الحلو ومنها الوحش، أو بمعنى أوضح كلها ممكن تبقى حلوة وفي نفس الوقت كلها ممكن تبقى وحش. أي حاجة في المنام، حشرة أو حيوان شفناه حتى لو هو مفترس أو لو هي حشرة مؤذية وإحنا قدرنا نسيطر عليها، قتلناها، قدرنا نخليها تعمل اللي إحنا عاوزينه، بقى رأينا هو المسيطر وكلمتنا هي المسيطرة عليه، ده بيبقى خير جدا. تبقى كده أنت سيطرت على العدو، سيطرت على حد عاوز يأذيك، وبتخليه يعمل اللي هو اللي أنت عاوزه مش اللي هو عاوزه. طيب هنبتدي الحشرات كده بأكتر نوع بيجيلنا في المنام، وهو الفار. الفار في المنام، الفار عدو وبيفرق الأنثى من الذكر، بيفرق جدا، لأنه لو شفنا أنثى الفار بتبقى هي فعلا أنثى، يعني بتبقى ست، ولو شفناها دخلت البيت، لو شفناها مثلا واقفة على الباب، لو شفناها إن هي عاوزة تأذينا، وات ايفر، اي شاكله تشوفوها. حاضر عيوني بس كده. على فكره استاذه نانسي المعده الجميله بتاعتنا اللي اختارت موضوع النهارده، لميس، لميس، سوري يا لميس، انا اسفه. طيب فالفار عدو، لو هي انثى الفار بتكون عدوه، امراه بتكون الامراه دي اما بتتلصص علشان تنقل اخبار، تفشي سر، تعمل مشاكل برغي ولكلكه زي ما احنا بنقول على طول، او عايزه يعني تفرق شمل البيت، بمعنى انها ممكن جدا تكون يعني داخله ان هي تخلي الزوج والزوجه يفترقوا. طيب لو هو فار، الفار بقى بيكون عدو حاجه من اتنين، يا اما حرامي لص هيسرق حاجة، يعني البيت ده بيبقى فعلا هيتسرق منه حاجة أو تسرق منه حاجة، ويا إما بيكون حد بيتلصص. حد بيتلصص يعني حد بيجي يسمع عشان يروح ينقل الأخبار، ويا عالم بقى بينقلها صح أو غلط، بس هو حد بينقل الأخبار جدا. طيب أنت قلتي إيه؟ الصراصير صح؟ أوكي. عشان لميس عاوزة الصراصير فاحنا هنقول الصراصير برضه. الصراصير ثرثرة. يعني ايه ثرثرة؟ يعني رغي وكلام كتير، بيحصل صداع، حاجة كده اللي هو لمت ناس، ولمت الناس دي بتيجي فيها السيرة بطريقة احنا مش حابينها. بيجي مثلا موضوع احنا مش عاوزين نعرفه لحد، بيجي مثلا كلام على حياتنا او كلام على بيتنا، على رزقنا وهكذا. فبيبقى في اغلب الاوقات الرغي ده بيجي بحسد، لكن حسد مذموم، بيبقى حسد من النوع اللي مش حلو، الحسد اللي بيتمنوا فيه زوال النعمة، لأن الحسد نوعين، حسد يعني اللي هو مثلا حد بيشوف حاجة ويا رب اديني زيه، لكن في نوع تاني حسد كده بيقول يعني اللي هو اشمعنى ده عنده وانا ما عنديش، ده نوع الحسد المذموم اللي بنتكلم عنه. فالصراصير كترها في المنام بتكون كده، أو في البيت كمان لما بتكون في البيت على حسب بقى. لو الصراصير دي موجودة مثلا في الليفينج بتبقى على الثرثرة أو الكلام ده على المعيشة، لو هو في المطبخ بيبقى على الرزق، لو هو في أوضة الأطفال بيكون الثرثرة والرغي الكتير على الأطفال، على رزقنا في أطفالنا يعني، ولو هو في أوضة النوم ده بيكون على حياة الزوج والزوجة، يعني الثرثرة والرغي والمشاكل هتكون على حياة الزوج والزوجة. طيب لو مثلا شفنا تعابين، التعابين دي بقى قصة تانية،
مفيش حد فينا ما شافش تعبان في حياته في المنام، مفيش حد فينا ما قامش من النوم مفزوع كده وهو شايف تعبان او حية او كوبرا شافه في المنام واتأذى منه وصحي وهو مفزوع. ده بيؤول بانه كابوس يعني، بس هو ليه تأويل وتأويل قوي جدا، ما بيكونش عشان حد كان أكل تقيل ولا عشان حد نايم مثلا كده، لا خالص بيكون فعلا في عدو. طب هل كل التعابين دي نفس التفسير أو نفس التأويل؟ لا خالص، التعابين بتيجي بأشكال وبألوان مختلفة وبأحجام كمان مختلفة، ومنها الأنثى ومنها الذكر. لو احنا ذكرنا معانا اتصال وبعد كده هنرجع تاني. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ازي يمنى؟ حضرتك؟ الحمد لله، انا مبسوطه قوي ان انا معاكي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، انا اسعد. ربنا يخليك. وممكن اقول لك بس 3 احلام لو مش هضايق حضرتك؟ عيوني. بتكلمينا منين يا يمنى؟ من متغمض اهليه. اهلا بيكي وبكل اهل متغمر. ربنا يخليكي، انا اول مره اتواصل مع برنامج اصلا. احنا بلديات يا يمنى. والله اه شرف ليا. حبيبتي الشرف ليا انا، اتفضلي. حلمت ان انا قابلت محمد صلاح اللي هو لاعب الكوره. ايوه. وان انا سافرت بلد بعيده جدا وهو هناك، كان هو واهله كلهم، العيله بتاعته زوجته ومراته، وكانوا قاعدين بياكلوا سمك. سمك ايه بقى يا يمنى؟ سمك اللي هو البولت ده، لا لا لا، سمك اقصد اللي هو مقلي او لونه مشوي. ولونه انت شفتيه مقلي او مشوي؟ ده اللي انا اقصده. لا مشوي تمام تقريبا على ما اعتقد، مش متذكره صراحه قوي. عندك حد مسافر يا يمنى؟ هو زوجي، بس انا منفصله عن زوجي. ايوه كملي. هو انا غضبانه وفي مشاكل يعني، شبه منفصله. انا سامعه الاتصال، كملي يا يمنى. ده حلم. اه تمام. حلمت تاني ان انا ليا بنت متوفيه ذو احتياجات خاصه اثناء الغضوبه دي، وحلمت ان انا في المقابر بتاعتها. يا رب الله يرحمها ويغفر لها. كملي. ربنا يخليكي. حلمت ليا في المقابر بتاعتها، بس شكلها مش اللي هي المقابر اللي هي العاديه اللي هي فيها، شكلها مختلف خالص، ومقابر غريبه جدا وجميله جدا. وحلمت ان هي عندها في زرع كتير حواليها، وعماله انا ازق الزرع بتاعها ده. ما شاء الله. والزرع ده كله اخضر، وكان فيه 3 هدوم متعلقين، قلت انا هاخد واحده من دول ذكرى لبنتي. كان فيه ايه؟ ثلاث حاجات هدوم متعلقين ليها زي على ستاند او شماعه، قلت انا هاخد يعني واحده من دول ذكرى لبنتي. تمام. عندها اخوات تانيين؟ اه عندها اخت تانيه بقى هي معايا. بنوته صح؟ اه تمام. وكان جوزي قاعد برضو في المقابر دي، بس انا ما كلمتهوش خالص، وعمال اقول انا هداني هقسقي في الزرع يمكن يكلمني. تمام يا يمنى. وحلمت معلش بقى حلم تاني، ان انا شفت زوجي في عند اهلي، ان هو كان في عند اهلي في وسط ناس كتير، وكنت انا بحل زي ورقه او امتحان كده، وقلت له يا عماد تعالى ساعدني، فجي ساعدني وقعد يحل معايا في الواجب في الاسئله دي، فحل معايا وراح زي قبلني كده. في نيه للرجوع يا يمنى؟ بالنسبه لي ولا بالنسبه له؟ بالنسبه لك انت. هو بالنسبه لي انا كنت اتمنى انه يصلح حاله، بس هو الدنيا هناك عندهم مش مظبوطه. تمام. حاضر يا يمنى، شكرا على اتصالك. تابعيني افسر لك حبيبتي ان شاء الله. طيب يمنى، اول منام، بصي انا هقول لك المنامات وانت على حسب رؤيه اول منام تاني منام هكذا هتحصل بالترتيب. تمام. اول منام حكيتيه بتاع محمد صلاح والسمك المشوي، في حد انت غايب عنك وبتتمني تشوفيه او بتتمني وصله من تاني، وصال يبقى في وصل بينك وبينه من تاني، وحاجة بتتمني فيها صلاح الأحوال وهتحصل بأمر الرحمن وتحمدي عليها ربنا جدا والله أعلى وأعلم، على حسب برضو ترقيم المنامات، يعني أنهي الأول وأنهي التاني وأنهي التالت. ركزي يا يمنى. حاضر ثواني.
الحلم التاني بتاع المقابر وبنتك المتوفية الله يرحمها ويغفر لها، العوض في بنتك طبعا اللي موجودة، ربنا يبارك لك في عمرها. في عندك حاجة بتتمنيها تحصل لا محالة يا يمنى بأمر الرحمن، يعني الثلاث أحلام فيهم أمنية والأمنية هتتحقق. الحلم ده فيه انت دعيتي حاجة وكنت شاكة، أو الله أعلم انت مأذية يعني وكنت حاسة بالأذى ده، بس حتى لو كان في أذى فهو دلوقتي مش موجود خالص. في حاجة انت عملتيها حلوة قوي وهتتردلك الفترة دي والله أعلى وأعلم. الحلم التالت زوجك هتنالي منه اللي انت عاوزاه، لكن محتاج منك شوية صبر وشوية تعب، يعني هتتعبي شوية لغاية ما توصلي اللي انت عاوزاه. بس هو في أولا في من ناحيته نية للرجوع، وفي كمان نية ان هو حاله يصلح، يعني ان هو يبقى احسن، هو عاوز يرضيكي بس مش عارف ازاي. واخر حاجة هقولها لك، صلاتك انت مش منتظمة في الصلاة والله اعلى واعلم. معانا اتصال تاني؟ الو، الو، ازيك يا نادية؟ الحمد لله. ازيك يا استاذ صباح؟ الحمد لله، اتفضلي. انا عندي 3 احلام ممكن اقول؟ تحت امرك حبيبتي، اتفضلي. طيب، اختي حلمت ان هي دخلت زي مكان كده زي بيت، بس هو مش بيت، هو من جوه كده في ما فيهوش شبابيك خالص ولا بيبان، والارض تراب عامل زي القبر كده يعني، وكان في 2 كيلو رز قدام المكان ده، بس هو الرز ده اتفرد، مش عارفه هي اللي فردته او حد فرده، مش عارفه، هي مش فاكره بالظبط. ماشي، ده اول حلم. أختك متزوجة؟ اه، متجوزه ومعاها عيال. تمام. اه، تاني حلم بقى، تاني اختي حلم. التانيه حلمت ان هي واخويا نزلوا القبر عند ان هي واخويا نزلوا القبر عند ابويا وناموا جنبه، وهو قام وزعق، يعني زعق لهم قال لهم ايه اللي جابكوا هنا، فاختي قالت له ايه يا ابويا انت مش عايز تشوفنا ولا ايه؟ قال لهم لا مش كده، بس انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ بس ده تاني حلم. تالت حلم بقى، حلمت اختك اللي شافت ان تاني انا حلم وبنت دي، اختي، ثواني، اختك اللي شافت تاني منام بتاع قبر والدك، دي متزوجة؟ اه، متجوزة. الحلمين لنفس الاخت؟ لا 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 تمام. طيب باباكي موجود يا لا، ابويا متوفي. الله يرحمه ويغفر له يا رب. تمام، امين. كملي. ماشي، الحلم الثالث حلمت ان انا وبنت اختي في البيت بتاع مامتها، وكان في جلابيتين المفروض ان احنا بنغير هدومنا، يعني انا مسكت جلابيه كده شكلها حلو ولونها فاتح كده، وهي قالت لي دي بتاعتي انا هاخدها، وهي خدتها وقالت لي انت خدي التانيه ما كانتش عجباني ولونها كان غامق، وبس انا مش فاكره انا خدتها ولا لا صراحه، واحنا الاثنين حوامل يعني. انتي وبنت اختك اه، في اولاد؟ حوامل، هي حامل وانا حامل. ايوه، حوامل في اولاد ولا في بنات؟ في اولاد، لا مش عارفه، هي المفروض ان هي حامل في بنت، بس انا لسه مش عارفه. في ولد ان شاء الله. تمام، خلاص خليكي معايا حبيبتي، تابعيني هفسر لك ان شاء الله. شكرا على ماشي، شكرا. اتصالك. طيب بصي، هو ان شاء الله ان شاء الله هتجيبي الولد وتيجي تبشريني برضو انك ان انا اني انا بشرتك بالولد والولد جه. تمام نادية، يا نادية ان شاء الله حملك في ولد بامر الرحمن، وربنا يديكي اللي انت بتتمنيه ويكون طفل سليم معافى بامر الرحمن، ودي اهم حاجة. اللي اخدت العباية فيكوا او اللي اخدت اللبس الاول فيكوا هي اللي هتسبق في الولادة، يعني فعلى حسب بقى مين انت وبنت اختك. الحلم التاني بتاع اختك واخوكي اللي راحوا ناموا في قبر والدك الله يرحمه ويغفر له يا رب، الاتنين بيعملوا حاجة او في حاجة ما بينهم مش صح، حاجة على فلوس، مشكلة مثلا على فلوس، مشكلة على حاجة، هما مختلفين على حاجة، والحاجة دي مش المفروض ان هما يختلفوا عليها اصلا. والدك زعلان بسبب اختلافهم، في مشكلة حاصلة، ايه هي مش واضح بس في مشكلة حاصلة والمفروض يحلوها. حتى حل المشكلة او الطريقة اللي هما بيحلوا بيها المشكلة مش صح، فلازم ايه ياخدوا بالهم والله اعلى واعلم. الحلم الاول بتاع اختك المتزوجة اللي شافت اللي دخلت بيت وبعدين لقيته من غير بيبان ولا شبابيك، ولقيته زي المقبرة، ولقيت رز
في الأرض. أختك عندها يعني اللي هي سجن جوه أوهام، اكتئاب بقى، زعل، حزن على حاجة معينة، في رزق المفروض ان هي كانت منتظرة او حاجة كانت عاوزاها وما نالتهاش، فده زعلها وحزنها اكتر. عندها مثلا بنت ما تزوجتش، هي حزينة بسبب حاجة معينة، حاجة في رزقها، رزقها في اولادها او رزقها في زوجها او رزقها في المال، لكن حاجة ما تخصهاش هي لوحدها. تمام، هي زعلانة عشان اللي منها، دي حاجة. الحاجة التانية، البيت اللي هي دخلته ده وشافته زي المقبرة، ده حياتها، هي قفلت على احزانها فبقت مخنوقه اكتر. ربنا يعينها ويفك كربها، اللهم امين، والله اعلى واعلم. معانا اتصال تاني. الو الو، طيب ارجع اتصل بينا تاني. فزي ما قلنا كنا بنتكلم على التعبان. طيب التعبان طبعا قلنا ان ليه اشكال كتير، ليه الوان مختلفه وليه احجام برضو وانواع مختلفه. في اللي هو الاسود، وده اشد انواع التعابين عداء، يعني بيبقى عدو صريح، عدو واضح، حد بيعاديك وعارف ان وهو عارف ان هو ان انت عارف انه بيعاديك، يعني بيظهر لك نفسه، بيقول لك انا موجود اهو، انا عدو وبكرهك وعاوز اذيك واللي تقدر عليه اعمله. تمام، بيبقى حد مؤذي جدا لكن انت مش قادر ترد اذاه، بيبقى حد مؤذي جدا وعارف ان هو بيأذيك لكن انت مش عارف تبعد عنه، مش عارف ازاي تتغاضى او تبعد عنك الاذى ده، ومش عارف ترده له كمان. طيب معنا اتصال ونرجع تاني. الو الو، مساء الخير. الو، ايوه بعد اذن حضرتك ممكن اقول ملامين بس؟ طب انا نعلي الصوت يا جماعه، انا مش واصل لي صوت خالص. ايوه حضرتك سامعني كده؟ اتفضلي. انا شفت منام لبنتي اتكرر مرتين، في يعني داخله على حاجه كده، فشفت ان في السماء حمام ابيض بيطير، وانا بدات دعوتين لبنتي، فلقيت في حمامتين جايين عليا وانا بدات دعوتين، فجم عليا الحمامتين ومشيوا بعد كده. يعني هو حمام كتير في السماء، منهم حمامتين اللي جم عليا وانا بنتك بقول الدعاء أنسة؟ بنتك ومشوا. أنسة صح؟ نعم بنتك أنسة؟ أنسة. في كمان يعني هي مستنية حاجة، مش عارفة كانت هتحصل ولا لا. وفي كمان شفت وانا نايمة في منام ان في قمر نازل عليا، وانا بقول برضو الدعوتين دول، نزل عليا وجه عليا لحد ما قلت دعوتين وبرضو مشي بعد ما جه عليا وراح. كان مكتمل؟ كان مكتمل كامل. دعوتين. لان هي مقدمه في حاجه يعني. طب انا هبشرك بقى. ايوه هبشرك انا، حاضر عيوني. الله يخليكي، ميرسي حبيبتي، لان انا دعوه الملامين دول قلقني شويه. لا ما يقلقوش خالص، دي بشره حلوه هقولها لك انا ان شاء الله. يا رب يستجيب منك حبيبه قلبي. يعني افتح التلفزيون ولا ايه؟ ولا تابعيني من التلفزيون. طيب ميرسي قوي حبيبه قلبي. حبيبتي تسلمي، شكرا على اتصالك. الله يخليك، مع السلامة. مع السلامة. بسم الله، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أول منام إحنا قلنا قبل كده كذا مرة إن الحمام الأبيض رسائل، وبتبقى رسائل حلوة، رسائل اللي في الغالب بتبقى البنات، بنات اللي هي بريئة، بنات بكر. فهو الرسالتين اللي أنت أو الدعوتين اللي أنت كنت بتدعيهم لبنتك، فابشري ان شاء الله هيتحققوا. ان الحمام، انت شفتي حمام كتير قوي، واللي قربوا عليكي هم اتنين بس، فهم دول الدعوتين اللي انت دعتيهم او الرسالتين اللي انت منتظراهم، تلبيه الدعوه. القمر جالك وكان مكتمل، فدي بشره برضو باكتمال الامر اللي انت بتتمنيه او اللي انت عاوزاه. فابشري حبيبتي ان شاء الله ربنا يكملها على خير ويديها اللي هي بتتمناه، اللهم امين، والله اعلى واعلم. معانا اتصال تاني. طيب على ما يدخل معانا الاتصال ده هنكمل التعبين قصدي. فقلنا التعبان الاسود بيكون عدو غاشم جدا جدا جدا. التعبان الاحمر بيكون عدو وقوي جدا لكن خبيث،
في نوع كده من الخبز اللي هو عدو بس مش باين قوي ان هو عدو. انت شايف حد ذو سلطه ذو نفوذ حد قوي، لكن انت حاسس ان هو معاك، حاسس ان هو مش هيأذيك، حاسس ان هو بيساعدك او مثلا سند وظهر ليك، لكن الشخص ده ساعة ما هيقلب عليك هيقلب عليك الدنيا كلها. بيبقى هو ده التعبان الاحمر، بيبقى حد قوي قوي وانت عمرك ما هتتخيل ان هو يأذيك، بس انت عارف انه لو قدر عليك مش هيعفي. فده التعبان الاحمر. طيب التعبان الاصفر، التعبان الاصفر بتبقى الى حد ما اضعف منهم، بتبقى من الاهل للاسف والمقربين. معنا اتصال وبعد كده نرجع تاني للتعبان الاصفر. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا ريم. ازيك يا استاذه سميحه، عامله ايه؟ الحمد لله يا رب يخليك. عندي حلمين معلش عايزاك تفسرهم لي. تحت امرك حبيبتي اتفضلي. الحلم الاولاني اختي حلمت ان انا توفيت وكده، وبابا متوفي يعني، كان عمال بيبكي عليا وزعلان، وكان عمال يعني بيقول ريم ريم احفظها كده يعني، ريم اطيب واحده، ريم غلبانه، ريم، من هو كان يعني زعلان عليا. اخويا اللي دفنني، بس ما دفنيش في مقبره، دفنني في بيت. انت متزوجه يا ريم؟ متزوجه ومعايا عيل. عندك مشاكل؟ لا، المشاكل العاديه يعني بتاعت العيشة وكده. طيب واختك متزوجه؟ واختك متزوجه؟ ايوه متزوجه. طيب تمام كملي. بس فبابا كان زعلان عليا خالص يعني، وكان عمال يعيط عليا بس عيط من غير صوت يعني، ان هو حزين كده وبينزل دموع من عينيه وبابا متوفي. حاضر. ده الحلم الاولاني. الحلم الثاني في حلم الجوزي، بس هو ده اللي جالبني جدا بصراحه. معايا حضرتك؟ معاكي يا روحي اتفضلي. بس جوزي حلم ان هو راسه اتكسرت ومخه طلع منه، مخه طلع من راسه، فراح مسكه بايده لقيت فيه زي جسر بيض، ان هو كان كانه عظم كده، فقعد ينجي فيه وينظف فيه ومسك مخه اكله. بس لما بعد وهو بياكله كان مر جدا من كتر مراره، صحي من النوم على المرار دوت. زوجك داخل في شغل جديد يا ريم؟ هو كان هيدخل في شغل جديد بس ما كملش. تمام حاضر. عيوني تابعيني يا ريم هفسر لك ان شاء الله. شكرا على اتصالك. شكرا. الحلم الاول يا ريم في حاجه انت اتاذيتي منها واخوكي زعلك الى حد ما، وحسيتي ان هو جه عليكي او ظلمك او ما نصفكيش. انت المفروض كان ينصفك ان هو الظهر والسند هو الحمايه دلوقتي، فانت كنت منتظره منه نصره معينه وما شفتيش النصره دي، انت او اختك. اوكي يعني واحده فيكم ما شافتش النصره دي من اخوها او ما شافتش السند ده اللي هي كانت بتتمناه، في زعل ليها. الثانيه بقى عشان المنام بيبقى مقسوم نصين، نص للحالم ونص للمحلوم به، او النص للرائي ونص اللي كان موجود في المنام. فواحده فيكم زعلت من اخوها، الثانيه هتكون مغلوبه على امرها في حاجه معينه، فهتكون زعلانه من حاجه معينه، وغالبا دي ضائقه ماديه، بس هتمر بامر الرحمن والله اعلى واعلم. الحلم الثاني ان هو كان زوجك اللي كان بياكل مخه، زوجك كان في حاجه شغلاه جدا، والموضوع ده كان هيبقى فيه رزق بقى اكتر، بوزيشن اعلى في شغل يعني، اللي هو هيكون فيه، بس عشان اقول لك المصطلح اللي المفروض اقوله، ان هو حد كان هيشارك زوجك، او حد مثلا كان جايب له حاجه معينه كانت هتنقله نقله تانية. تمام، دي كانت حاجه جديده جوزك هيدخل فيها، لكن بعد ما فكر ان هو كان ليه نقله تانية، فلوس اكتر، مكان احسن، هتتنقلوا نقله حلوه قوي، لكن حصلت مشاكل على النقله دي او على الشغل ده او على الموضوع ده، والمشاكل وقفت، والحمد لله انه وقف، لانه كان هيحصل بعد كده مشاكل كتير انت وزوجك في غنى عنها. تمام، زوجك لما اكل مخه زوجك كده فكر بعقل اكتر، ولما مسك المخ نظفه
هو كده شاف نظرة بعيدة، يعني اللي هو بص على المستقبل ان هو انا لو كنت عملت كذا كان هيحصل كذا، فالحمد لله ان انا ما عملتوش عشان ما كنتش هبقى قد الخطوة اللي انا هخطيها دي او الخطوة اللي انا همشيها دي، والله اعلى واعلم. معنا اتصالتين. الو، الو، اتفضلي يا حنان. الو الو، السلام عليكم. وطي التلفزيون يا حنان واسمعيني من التليفون. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. بصي انا معايا حلم. اتفضلي. وطي بصي التلفزيون، بس وطي التلفزيون يا حنان. انا حلمت جوزي. سامعاني؟ انا سامعاكي، قولي. بصي انا جوزي طبعا محبوس. زوجك ايه؟ محبوس. اوكي سامعاني؟ سامعاكي والله، سامعاكي، قولي. طبعا رحت حلمت طبعا ان هو ايه؟ الو، قولي يا حنان انا سامعاكي. بقول لك طبعا حلمت ان هو طبعا طلع تمام. طبعا انا حلمت ان هو طلع طبعا ايه من السجن. سامعاني؟ سامعاكي انا حبيبتي، انا سامعاكي، انت سامعاني؟ انا سامعاكي. تمام. الو، الاتصال فصل يا حنان، رجعت تسلبينا تاني. فقلنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا فاكره والله، تخيل. انا فاكره الحمد لله، يعني ربنا يعني مديني شويه ذاكره كده حلوين بتذكر بيهم الكلام. فالتعبان الاصفر قلنا ان هو حد من الاهل او حد من الاقارب، حد من الناس المقربه، ممكن يكون صديق، ممكن يكون جار، ممكن يكون حد من الاهل، مش شرط يكون الاهل بس، يعني هو حد من المقربين. بس عدائه بيكون غيره قويه جدا، غيره وحسد، وحد بيأذينا بحسده ده، بيأذينا بالغيره دي، بيبقى حد كده اللي بنقول عليه، احنا بنقول عليه هو اصفراوي، هي ما بتقولش غير كده. معانا اتصال وبعد كده نرجع تاني للاصفراوي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. يا حضرتك الحمد لله حبيبتي، تسلمي. معاكي صفاء من متغمر. اهلا بك يا صفاء، وباهل بكل اهل متغمر. ربنا يخليك. لو سمحتي اقول لك بس حلم والدتي. اتفضلي، تحت امرك وتحت امر والدتك. ربنا يخليكي. هي حلمت ان هي بنتها في مشكله، وحلمت ان هي شافت بنت كويسه كده وشكلها حلو قوي، بس هي ما تعرفش مين دي، ولابسه خاتم في رجليها وضوافرها حاطه فيها مناكير. لابسه خاتم في ايديها؟ في رجليها. في رجليها، تمام. أيوة، كملي في رجليها. كملي. وحلم تاني كانت وهي بتنشر، وهي وسلفتها بيتين قصاد بعض كده، وكان في شاب كده ماشي في الشارع وعربيته قدام البيت، فقالت له انت هتعدي ولا انشر؟ فراح بص بخجل كده في الارض وراح قال لها لا طب عدي، يعني لا انشري. تمام، الحلمين لمامتك صح؟ هو لمامتي. طيب هي اختك اللي في مشكله؟ لا هو انا. انت متزوجه ولا لا؟ ايه؟ متزوجه؟ متزوجه. تمام، حاضر حبيبتي. بس غضبانة يعني. حاضر، تابعيني، ربنا ان شاء الله يصلح الحال ويروق بالك، اللهم امين. تابعيني حبيبتي افسرك، شكرا على اتصالك. بصي، هو الغسيل في المنام ونشر الغسيل ده في حاجات هتظهر، يعني مثلا هيبقى في قعده ولمت عيله، ولمت العيله دي هيتقال فيها كلام ما كانش بيتقال او مش المفروض يتقال، تمام؟ فالكلام اللي هيتقال ده اللي هو هيبقى حاجة على المشاع، حاجة على الملأ، هتتقال علشان الكل هيعرف أسرار، يعني في أسرار هتتفتح، مش هتضرك الأسرار دي على فكرة، ومش هتبقى حاجة واو يعني وكبيرة إن هي تعملك مشاكل أكتر، لا هي بس في حاجات هتتوضح، تمام؟ وهو فعلا في لمة عيلة.
ده الحلم بتاع نشر الغسيل. الحلم التاني او الاولاني بتاع البنت الجميلة اللي كانت لابسة خاتم في رجلها، في رد المظلمة، في كلام وحش اتقال، في حاجة اترميتي بيها، واللي اترميتي بيها دي حاجة مش حلوة. يعني مثلا قالوا ان انت عملتي حاجة وانت مكنتش عملتيها، قلتي حاجة وانت مكنتش قلتيها، فالمفروض انهم عاوزين، عارفة انت اللي هو حد عايز دنيته تحلو وتنضف، في ناس كتير عايزة تخرجيها من حياتك، في حاجات كتير عاوزة توضحيها، اللي هو تحطي نقط على الحروف. مامتك عاوزة كده، مامتك عاوزاكي ترجعي بيتك وانت حاطة النقط على الحروف، تمام؟ فان شاء الله ده كله هيحصل، وفي رجعة بأمر الرحمن، والله اعلى واعلم، في رجعة، مفيش انفصال. معانا اتصال تاني. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا ام محمد. انا ام محمد. انا دلوقتي حلمت، انا عندي دلوقتي اختي تعبانة وراقدة عند اخويا، ربنا يشفيها ويعفو عنها. والوقت عند مرات اخويا عندها فرح، راحت انا بصيت لقيتها عملت الاكل وجابته على الصينيه وقالت انا ناكل كلنا هنا مع بعض. لا ثواني ثواني، اختك تعبانه في الحقيقه ولا في المنام؟ في الحقيقه. وهي قاعده عند اخوكي في الحقيقه؟ ايوه. احكي المنام بقى. وبصيت لقيت، لا احكي من الاول، احكي من الاول يا ام محمد. في الحلم، في الحلم برضه قالت هي ادام اختك تعبانه انا هعمل الاكل هنا بتاع اليوم الحنه وهنيجي ناكل كلنا هنا. انا مش فاهمه. هي دي اللي هي قاعده معاها ما بتخلفش. وقلت على كده. ام محمد طيب ركزي معايا. دلوقتي اختك تعبانه وقاعده عند اخوكي، صح؟ أيوة. كده؟ ايوه ايوه. انت حلمتي ان مرات اخوكي عندها فرح؟ في الحلم. ها؟ حلمتي ان مرات اخوكي عندها فرح؟ ايوه هي عندها فرح. عندها فرح في الحقيقه؟ بس انا حلمت ان هي عملت اكل كتير وجابته عند مرات اخويا اللي اختي راقده عندها. واكلتنا كلنا ورحت قايمه بقى على كده. طب معلش لو في الكنترول فاهمني عشان انا مش فاهمه كويس. طب معلش يا ام محمد كلمينا تاني لان انا فعلا مش فاهمه الحقيقه من المنام. كلمينا تاني، انا اسفه. كنا بنقول التعبان الاصفراوي او الشخص الاصفراوي. الاصفراوي ده بيكون بقى هو ده التعبان الاصفر لما بنشوفه في المنام، او الاصفر او اللي هو المدي على بيج شويه كده، بيج كده. ده بيكون حد حقود جدا وحد غلاوي قوي، وبيكون مشاكله اللي هيعملها لنا بتبقى غيره وحقد. ومعانا اتصال. الو، ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذه سماح، وحشتينا حبيبتي. تسلمي، ربنا يعزك. ربنا يا رب يسعدك يا رب، ويرجعك يرجع الفريق كله نور، وحياتك كلها فرح وسرور ان شاء الله. اللهم امين يا رب، واياك ولكن مثل ما دعوتي واكتر يا رب. اللهم امين. الله يخليكي، الله يخليكي. بصي يا حبيبتي، انا ليا هم ثلاث احلام بس صغيرين جدا. يا حبيبتي تحت امرك، اتفضلي. طيب، اختي حلمت ان هي رايحه في بين السرايات عند واحده هي عارفاها، صاحبتها يعني، وابنها اسمه محمد، قالت انا هاخد لهم جاتوه كريمه وبالشوكولاته. ده الحلم الاولاني حضرتك. اختك متزوجه يا ناديه؟ لا، انسه. انسه، وانت انسه يا ناديه صح؟ ايوه. صح كده، انا افتكرتك يا ناديه. ايوه ناديه صديقه البرنامج. ايوه، الله يخليك. اتفضلي يا حبيبتي. اقول الثاني؟ قولي الثاني. طيب، انا حلمت اني في البيت، يعني زي مكتبه كده بس ما فيهاش كتب، يعني هي حاجه كلها ارفف كده، والارفف دي فاضيه. فانا رصيت فيها فازات كده صغيره فيها ورد، وقلت انا هعملها كلها. وبعدين لقيت اللهم صل على سيدنا محمد، لقيت اخويا عادل الله يرحمه واقف. الله يرحمه. ووالدتي الله يرحمها كانت برضو واقفه، وكان شكلها جميل وصغيره وشابه. يعني شابه صغيره جدا. ده الثاني. تمام. اقول الثالث؟ قولي. طيب، انا شفت ان انا واقفه وقدامي اعزكم الله غنم كتير. قدامك ايه؟ وسط الغنم اعزكم الله، كنت واقفه وفوق يعني قدامي غنم كتير. غنم. تمام. غنم كتير. ايوه شكله حلو. وكان في معاهم نعامه.
نعمة دي واقفة في وسطهم عمالة تلعب معاهم، وأنا كنت بستلهم وكنت مبتسمة وفرحانة بشكلهم أوي وأشكرك وكده انتهى الحلم. الغنمات اللي شفتيها دي كانت اللي هي اللي هي الخرسان عندكم؟ اه تمام كده تمام. عندك حد من اخواتك متزوج يا نادية؟ نعم. عندك حد من اخواتك متزوج؟ اه ليا اخ. وعنده ولاد؟ ايوه عنده. تمام حاضر، تابعيني يا نادية هفسر لك ان شاء الله. شكرا على اتصالك. المشاهدين بيحوشوا الاحلام، فهي بالظبط يعني كنا معاهم يوم الاحد، فحد اتنين تلات، تلات احلام صح كده؟ صح، كل اللي داخل النهارده بتلات احلام. برافو عليكم، طبعا حوشوا الاحلام كده لغايه ما نجي لكم الحد والاربع مباشر، فما تقولوش احلامكم في نص الاسبوع. اول ما نام يا ناديه الجاتو ومحمد وبين السرايات واختك رايحه، فابشري في فرحه. الفرحه دي ممكن تكون زواج وممكن تكون شغل على حسب اولويات اختك. ما هي بتفكر في ايه يعني؟ هي اولوياتها الزواج يبقى للزواج، اولوياتها لشغل او لعلم معين، فهي او لدرجه معينه من العلم يعني، فهي دي هتبقى اولوياتها. الفرحه هتكون في المكان اللي هي عاوزاه. تمام، الجاتو فرحه حلوه، محمد في حاجه هتحمد عليها ربنا، وانها رايحه مكان اسمه بين السرايات، يعني كده في فرحه حلوه بغنى، فرحه بمال. ممكن ندخلي المكالمه؟ تمام مفيش مشكله، والله اعلى واعلم هفسر لك باقي المنامين يا ناديه لما اخد الاتصال ده بس. الو الو، اتفضلي يا مياده. عامله ايه يا موحه؟ الحمد لله، منوره الدنيا يا حبيبتي. حبيبتي ربنا يعزك يا رب بنورك. ربنا يخليك يا حبيبتي. انت بتكلمينا منين يا مياده؟ من الاقصر يا حبيبتي. من الاقصر؟ اه. اهلا بيكي وبكل اهل الاقصر. اهلا بيكي يا حبيبتي. اتفضلي. بصي يا موحى، انا عندي منامين بصراحه. عيوني يا حبيبتي، اتفضلي. تسلم عيونك يا قلبي. اول واحد بنتي شافت واحد شاب يعني لابس شنطه اللي هي كتفين يعني، ماشي، اللي هي الرياضيه دي. لابس شنطة ايه؟ شنطة اللي هي زي شنطة المدارس كده، اللي هي الشنطة بتاعت الرياضة. تمام اوكي كملي. وان هو واخدها في مكان، انه مكان زي سوق ذهب. مكان سوق؟ ولكن سوق ذهب، ولكن في هيئة سوق الخضار، بس هو في الحياة بيبيع ذهب يعني. تمام. وبيقول لها نقي دبلة، بينقوا دبل. وغواش وحاجات كده يعني، بينقوا ذهب بمعنى اصح. اختك بنتك قد ايه مياده؟ عندها 17 سنه. العمر كله يا رب. طيب قولي المنام التاني. مني حبيبتي. واسلها دبله على صباعها يعني، هو اختار لها الدبله وادهالها ولبسها لها يعني، ان هي بتقيسها كده. تمام. تمام، وهي كمان ادت له دبله يعني. هي عارفاه في الحقيقه صح؟ لا. ما تعرفوش؟ لا ما تعرفوه. متأكدة؟ طيب كملي. تاني منام برضو ان هي شافت طيارات كتيرة، طيارات بيضة بتلف فوق البيت. وبعد كده شافت طيور بيضة، بس هي مش عارفة بصراحة هو حمام ولا حاجة غير حمام. شافت طيور كتيرة برضو بتلف حوالين البيت فوق بيتنا يعني. وبعد كده في طير كبير يعني لدرجة إن هي سامعة صوت الهواء بتاع جنحته كده برضه بيرفرف حوالين البيت. بنتك بتدرس يا ميادة؟ نعم؟ بنتك بتدرس؟ لا. تمام. حاضر حبيبتي، عيوني تابعيني هفسر لك، شكرا على اتصالك يا ميادة. في طيب هفسر بس حلمين نادية. نادية وشافت مكتبة فيها زي كتب وورد، وشافت عادل أخوها الله يرحمه ومامتها الله يرحمها، كانت شابة وجميلة. الأموات لما بيجولنا في صورة حلوة وإنهم شباب صغيرين، أصغر مكانه في يعني أصغر مكانه في الحقيقة وقبل ما يتوفوا، وفي وبصحة جيدة، ده معناهم إن هم في منزلة حلوة ما شاء الله لا قوة إلا بالله في الآخرة.
تمام، فبيطمنونا عليهم. وطبعا اول ما بنشوف المتوفين في المنام لازم نقوم نطلع لهم صدقه ونفتكرهم بالدعاء، لانهم بيفكرونا بنفسهم. مامتك يا ناديه طالبه منك العدل في حاجه معينه، انك تعدلي في حاجه معينه او تكوني عادله فيها. موضوع بقى هتشهدي فيه حاجه هتعمليها، بس لازم فيها العدل. وفي زياره لحد مريض يا ناديه هتروحيها الفتره اللي جايه دي، والله اعلى واعلم. الحلم الثالث بتاع الغنمات والنعامه، في ليكم بيتكم لي ولاد، ولاد صبيان يعني. الولاد دول هيكونوا مطيعين جدا ليكي او لاختك، هو للبيت اللي انت ساكنه فيه. البيت ده هيكون فيه ولاد مطيعين جدا، وهيكون على راسهم واحده هي اللي متحمله مسؤوليتهم، في الغالب انت، لان انت صاحبه المنام، والله اعلى واعلم. احلام مياده، يا مياده بنتك في اعجاب بحد او حد معجب بيها او حد اتكلم انه عايز يرتبط بيها او كده، بس هو مش هيبقى شخص مناسب قوي، لان الموضوع هيحصل فيه كلام كتير وهيحصل فيه مشاكل، فهيقف شويه، هيتاجل لامتى الله اعلى واعلم. الحلم الثاني الطيارات والطير الكبير او الطيور البيضاء دي، في رسائل بنتك منتظراها، منتظره ان هي تحصل او تتحقق، امنيات تتحقق دلوقتي، لكن هي لسه طالما الطيور دي ما جاتش على البيت يبقى لسه ميعادها يا مياده، فاصبر تنول، والله اعلى واعلم. على قد الصبر بتنال الجبر. معانا اتصال تاني. الو الو، اتفضلي يا ليلى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك حضرتك، أنا حلمت إن أنا في أوضة بتاعتي في شقة. ألو. معاكي يا روحي، اتفضلي. ولقيت الشيفي معايا، الرئيس معايا. لقيتي مين معاكي؟ الرئيس الشيفي معايا في الأوضة. تمام. ومعايا رئيس السعودية. تمام. وبعدين بقول لي للشيخ ممكن البسك الجاكيت؟ قلت له ايه؟ بقول ممكن البسك البدله، جاكيت وبدله يعني؟ لا انا مش فاهمه يا ليلى، اتكلمي بالراحه. بقول حضرتك انا حلمت برئيس السيسي ورئيس السعوديه. ورئيس السعوديه، قلت للرئيس السيسي ايه بقى؟ بقول لحضرتك السيسي البسك جاكيت البدله؟ البسك حضرتك جاكيت البدله؟ ايوه. قمت انا ملبسه جاكيت البدله ولبسه رئيس السعوديه بتاعه تحت البني دي. تمام، بس كده. حاضر يا ليلى. متزوجة ولا لا يا ليلى؟ فصلت. طب انا هفسر المنام في العموم يا ليلى عشان انت ما قلتيش متزوجة ولا لا، بس واضح انك متزوجة يعني. بسم الله. بصي يا ليلى، رؤية الرئيس السيسي معناها ان في فتحة خير عليكي وهتحمدي عليها ربنا قوي، بس هي عايزة يعني مسايسة كده عشان تاخدي حقك، لان هو حق ضايع وهتاخديه. في كبير عيلة هيقعد وحقك هيرجع لك، في سعادة هتشوفيها، وفي الغالب في بيتك بنت ما تزوجتش وانت بتدعي لها دعوة معينة برؤية السعودية يعني وملك السعودية وكده، في سعادة كبيرة في المنام، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يرزقك خير المنام، اللهم أمين، والله أعلى وأعلم. معنا اتصال تاني. ألو. ألو، اتفضلي. ألو. يا سارة. ألو، معك. اتفضلي. السلام عليكم. انا لو سمحتي انا عندي منامات. اتفضلي يا ساره، بس وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. اول منام. الو، معاكي يا روحي، اتفضلي. انا اول منام كنت بحلم اني ابن عمتي كان نايم عندنا في الأوضة تحت الضيوف. ألو؟ ألو، سمعك؟ هو الاتصال لسه معانا ولا فصل؟ أوكي، رجعي اتصلي بينا تاني يا سارة، معلش. وصلنا لآخر نوع من التعبين، وهو التعبان الأخضر. التعبان الأخضر ده بيبقى عدو ضعيف، عدو ما بيقدرش يعمل أي حاجة غير إنه يتكلم عننا وبس. لكن في وشنا هو حبيب، في وشنا هو صاحب، وواقف معانا في الازمات، وحد جدعنته ملهاش حل يعني. لكن هو اقصى حاجه بيقدر يعملها ان هو يجيب سيرتنا
من ورانا، لكن يقدر يأذي؟ لا خالص، ما يقدرش يأذي، ما يقدرش يعمل اي حاجة، تمام؟ حتى لو هو في المنام مثلا قرص، او في المنام عمل حاجة، حاول ان هو يعض او كده، برضو الاذى بتاعه ده بيكون في الرغي، في الكلام، مش اكتر من كده. اي نوع تعبين حتى لو هو الحية انثى، يعني لو شفنا الحية تبقى ست، ما بتؤولش براجل ابدا، لكن لو شفنا تعبان وقلنا ان هو تعبان عندي، خلاص ده كده بيؤول بانه رجل. ايا كان النوع او الحجم او اللون، وايا كان ازاله، لو احنا قدرنا نسيطر على الاذى بتاعه في المنام، كده احنا بنقدر نسيطر على العدو المؤذي ده في الحقيقه. معنا اتصال. الو. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ام محمد، اتفضلي. ايوه يا ستي، والله انا شفت ان هي بنقرا سوره الفاتحه ويا ايها الكافرين كافرون. حاضر. عيوني عيوني هفسر لك. شكرا على اتصالك. ما شاء الله لا قوه الا بالله. فتحت الكتاب، في فتحه خير داخله عليكي، وفي الغالب هيكون في عندك فرح قريب، كاتب كتاب لحد او ارتباط خطوبه يعني لحد، وهتفرحي جدا جدا من قلبك. لكن في نصايح هتقوليها للشخص اللي هيرتبط ده، والنصايح دي هتبقى مهمه جدا ولازم يمشي عليها. هتديله نصيحه عن حاجه معينه او عن حد معين، وانت هتكوني مقتنعه جدا بالكلام ده، وكلامك هيكون حق وصح جدا. والله اعلى واعلم. ربنا يديك الصحه يا حبيبتي يا رب. في قلنا التعبان الاخضر قلناه، وقلنا لما بتكون حيه او كبرى دي بتكون انثى، لكن التعبان لو قلنا ان هو تعبان بيبقى رجل او ذكر. طيب قلنا كمان لما بتقدري تسيطري عليه في المنام، انت كده سيطرتي عليه في الحقيقه. لو انت بقى روضتي، يعني الترويض اللي هو بمعنى خليتيه يعمل اللي انت عاوزاه، كنت انت مسيطره عليه في المنام، ان هو تمشيه زي ما انت عاوزه، تخليه يتحرك زي ما انت عاوزه، ده انت كده بتستفادي في الحقيقه من عدوك، تستفادي من الاذى بتاعه لصالحك، وبتبقى دي حاجه كويسه جدا. في حاجه بتحصل ومش بتحصل كتير الحقيقه، بس هي لما بتحصل تبقى حاجه كويسه قوي، لما بيكون في حشره او حيوان في المنام بيتكلم، الكلامهم في المنام على فكره بيبقى حق، لما بيقولك حاجه بتبقى فعلا فيها رساله ولازم تؤول. معانا اتصال. الو. حضرتك انا عايزه اقول لك ثلاث احلام بس بسرعه، معلش. حاضر. انت في حد بيجري وراكي؟ نعم. في حد بيجري وراكي بالراحه بسرعه ليه؟ لا مش حد. المهم انا حلمت ان انا حد بيديني خاتم الماس كبير. طب مش سامعه حاجه يا ام سجود. بالراحه، اتكلمي بالراحه. اتكلمي بالراحه، يعني اتكلمي بالراحه وانا هسمعك، مش هنقفل عليك الاتصال، ما تخافيش. قولي. انا حلمت ان في حد بيديني خاتم الماس كبير. بيديكي ايه؟ خاتم الماس. تمام. او انا بقول لهم ده لاختي، قالوا لي لا ده ليكي انتي. اوكي. الحلم الثاني. انت حامل؟ لا. ناويه او عاوزه؟ يعني عاوزه بيبي تاني؟ نعم. عاوزه اطفال يعني؟ ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. معايا بنتين. ان شاء الله ربنا يديكي الولد اللي بتتمنيه يا رب. ان شاء الله. الحلم الثاني حضرتك، انا حلمت ان بابا كان جاي لنا كده، وكان في نمرين، الناس يعني، وهو قتلوا النمرين، ففي ديبين كانوا بيبصوا عليا، فانا بقول له اقتلهم اقتلهم بسرعه، راح طلع معلقه من ايده وذبحهم الثلاثه. ثلاثه ايه؟ مش كانوا نمرين و هم كانوا نمرين، قتلهم هو والناس. هو والايه؟ وبعد كده هو والناس. اوكي. وبعد كده كان في ثلاث ديابه، ذئاب يعني. فراح قلت له انا بسرعه اقتلهم اقتلهم، راح طلع معلقه من جيبه وراح ذبحهم الثلاثة ماتوا. تمام. بس والحلم الثالث، حلمت اني كانوا جايبين بابا في نعش كده، وانا بقول لهم لا لا محدش
تصلي على بابا، ما حدش يصلي على بابا. لا انا ما سمعتش المنام التالت. نعم باباكي عايش يا ام سجود؟ اه عايش، بس هو يعني عنده مشكله وكده. ربنا ربنا يديله الصحه وطولة العمر ان شاء الله. حاضر يا ام سجود، تابعيني هفسر لك. شكرا على اتصالك. مش عارفه ام سجود كانت بتتكلم بسرعه ليه، مصممه ان هي تتكلم بسرعه، مش عارفه هو انت في كنترول قلت لها قولي بسرعه ولا حاجه. بصي يا ام سجود، انا كمان بحب اسمع صوتها. بسم الله. اول ما نام الخاتم الالماظ على حسب لون الفص اللي كان، او لون الالماظ اللي كانت في الخاتم، الماسه اللي كانت في الخاتم على حسب لونها، فان شاء الله في حمل ليكي، وعلى حسب لونها نوع الجنين بامر الرحمن، وان شاء الله ربنا يديكي اللي بتتمني ويكون طفل سليم معافى بامر الله، والله اعلى واعلم. الحلم الثاني الثلاث ذئاب والنمرين، حياتك ما شاء الله لا قوة الا بالله مليانه، يعني اعداء كتير جدا، فيهم اتنين اشخاص كبار جدا متربصين بحياتك قوي، بيتكلموا عن حاجات كتير في حياتك وبيقلبوا زوجك عليكي. تمام. في كمان ثلاثة، التلاتة من نفس النوع ومن او من نفس الجنس، يعني اللي هما مثلا ثلاثة ذكور او ثلاثة اناث، يعني ثلاث ستات يا ثلاث رجال. تمام. التلاتة دول برضو هيبقوا واقفين قصادك في حاجة معينة، لكن باباكي هو اللي هيكون الظهر والسند اللي هيحميكي منهم بعد رب العباد. والله أعلى وأعلم. الحلم الثالث بتقولي محدش يصلي على بابا، اللي هو محدش يعلي على بابا، يعني خلاص بابا قال كلمة فمحدش هيقول كلام من بعده، هتصدقي جدا على كلام باباكي وهتبقي مش عاوزه حد يجي عليه، مش عاوزه حد يظلمه او ياخد حقه. باباكي في مشكله معينه او في حاجه معينه مضايقاه وانت عاوزه تحليها معاه، وحتى لو هو غلطان انت شايفاه صح، وده الحقيقه، والله اعلى واعلم. طيب الحلقه خلصت، واتمنى يا رب ان الحلقه تكون كانت خفيفه على قلوبكم وكنتم مبسوطين زي ما احنا كنا مبسوطين. إلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله من شفت منام مع سماح العجمي. دمتم بخير، باي باي.